كاملين كنعرفوا بأن البشر يعرفات عبر التاريخ موجات من الهجرة، سواء دائمة أو مؤقتة، وكتكون يا إما طوعية أو قصرية. وفقا لإحصائيات ديال الأمم المتحدة، كاين 272 مليون مهاجر في العالم، وبالنسبة للمغرب وحسب نفس المصدر كاين أكثر من 100 ألف مهاجر، أي 0.3% من سكان المغرب. فمن سنة 2013 المغرب كينتهج سياسة جديدة في مجال الهجرة، اللي مكناتو باش يكون وجهة لعدد من المهاجرين، خاصة القادمين من جنوب الصحراء، واللي خلى المغرب يكون بلد مستقبل وحاضر للمهاجر. ومن بين الأسباب اللي كتخلي الإنسان يهاجر بلاده ويخاطر بنفسه، كنلقاو مثلا الحروب، الفقر، التغيرات المناخية، الزواج الإجباري، العلاج، الدراسة، العنف الأسري، أو حتى العقيدة. وللأسف من بعد ما كيمر المهاجر كل هاد المخاطر، فاش كيوصل لبلاد الغربة كيواجه مشاكل أخرى، اللي هي التمييز العنصري، الإهانة، التشرد، مشاكل في الإقامة، ويقدر يتمارس عليه جميع أنواع العنف اللي كتهين كرامته كإنسان. هادشي كيرجع السبب ديالو الأفكار المسبقة والصور النمطية اللي كيكتسبها المجتمع، يا إما من المحيط اللي تربى فيه، يا إما من الإعلام. كل إنسان عنده طموحات وأحلام باغي يحققها، ولكن بزاف ديال العوائق كتحطم له المعنويات وكتمنعو باش يوصل داكشي اللي بغا، وكيبقى يبان له حل واحد هو يهاجر. باش نخلقوا واحد البيئه اللي كتحضن الثقافات وكتحضن الاخر، مسؤوليتنا كاملين. لذا خاصنا نتعاملوا مع المهاجرين كيف ما كان اصلهم، ثقافتهم او الديانه ديالهم بنيه حسنه، ونخليهم يحسوا بالامان، ونتعايشوا مجموعين في محيط ايجابي، ونكونوا علاقات اجتماعيه مبنيه على الاحترام والمساواه والحق في الحياه الكريمه، اللي هي من اهم مبادئ حقوق الإنسان.